لا يمكنك أن تتعلم الطيران مع الديوك إذا كنت تريد أن تطير مع النسور. زيجلر: التحفيز الذاتي هو أفضل تحفيز. كيف تحفز نفسك بنفسك؟ وكيف تحافظ على حماسك؟ سأقدم لكم في هذه الحلقة أهم الخطوات التي تساعد على ذلك. أول هذه الخطوات الجدية. قبل أن تقدم على أي خطوة، قرر بكل جدية على أنك لن تتوقف حتى تحقق مبتغاك وحتى تصل إلى القمة. الأمر الأكثر روعة أن تقنع عقلك على أنك ستسير حتى النهاية. كن جادا وآمن أنك بجديتك تلك ستحقق مرادك. لقد مرت هذه الفكرة بذهنك ولكنك لم تتخذ قرارك بشكل جدي. اعلم أنك بجديتك تلك ستسطع عليك شمس غدك وأنت دوما في القمة. الأمر الثاني أو الخطوة الثانية: ما الذي ينقصك؟ حاول أن تكتشف العائق الذي يقف في سبيلك. قد يكون هذا العائق هو أنت. نعم، أنت العائق الحقيقي لنفسك. لم تحافظ على حماسك، لم تطور نفسك، لم تعرف أبدا ما الذي ينقصك، بل أنك لم تسعى حتى إلى اكتشاف ذلك. حينما تشخص داءك، حينما تشخص حقيقتك وتؤمن بالتغيير، ستفعل ذلك حقيقة وبأسرع وقت ممكن. الخطوة الثالثة: مع من أنت؟ هل تساءلت يوما من يحيط بك؟ أحط نفسك بالأشخاص الإيجابيين، رافق من عاش على الأهداف والتخطيط في حياته، لا تمشي مع المحبطين اليائسين في حياتك، سيدمرونك. انظر إلى قمة ذاك الجبل الشامخ، من ترى هناك في قمته؟ إنهم الذين سعوا إلى الوصول وتحقيق أهدافهم دوما. أنت واحد منهم ولا شك، فقط إذا أردت. وهنا يقول زيجلر: لا يمكنك أن تتعلم الطيران مع الديوك إذا كنت تريد أن تطير مع النسور. ابتعد عن الذين يتذمرون من كل شيء ويبكون طيلة وقتهم. حياتك قصيرة جدا، فلا تجعلها أقصر مما هي عليه. يقول جورج برنارد شو: الناجح لديه خطة وبرنامج، أما الفاشل فلديه تبريرات بالمقابل. الخطوة الرابعة: حاور نفسك. اعتني بنفسك من جميع جوانب الحياة، من الأكل والشرب والرياضة والأناقة والقراءة، وحاور ذاتك النائمة بلطف قبل أن تحركها من مرقدها، ثم كن حماسيا معها كي تشعل قوتك المنطفئة فيك، فتضيء عالمك بنفسك. لا تؤمن في حوارك مع نفسك بمنطق الصدفة دوما. ربما عشت على ما تخبئه لك الصدفة إلى حدود اللحظة التي أنت تسمعني فيها وتشاهد حلقاتي الآن، لكن أما آن الأوان كي تتحرك من جديد تخطيطا وإرادة وعزيمة وسعيا إلى تحقيق كل ذلك. أبدا، ابدأ الآن. اجعل حلقاتي جرعة لك على التلذذ بحياتك الرائعة. حاور نفسك حتى بأشياء مستحيلة. وقد أعجبني ما قاله تشيكيفارا حين قال: كن واقعيا واطلب المستحيل. واقعك هنا أن تؤمن بأن المستحيل ممكن إذا أقنعت نفسك بحوارك معه. خامسا: لا تتأخر. لا ريب أنك قد شربت من كأس التحفيز شربة، ولكي لا تظمأ بعدها أبدا انطلق ما دمت لم تفقد تلك القوة التي منحتها لك. لا تتأخر، فالفرق بينك وبين من وصلوا إلى قمة ذلك الجبل الذي ستصل إليه هو أنهم لم يتأخروا دقيقة، بل قرروا وخططوا وانطلقوا فكانوا هناك قبلك.
حينما تحفز نفسك وتحافظ على حماسك ستكون راضيا عليك أنت، على نفسك، ومن ثم يصعب إيقافك. انطلق الآن، انطلق الآن ولا تتأخر. وتذكر دائما هذا البيت الشعري: فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لا تستمر دائما متمنيا في حياتك، وإنما عليك بعد هذا التمني أو الترجي عليك أن تقرر وأن تخطط بكل عزيمة وبكل إرادة، ثم تنطلق الآن. لماذا؟ لأنك ستصل بعد انطلاقتك هذه. مشاهدينا الكرام، على أمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة. علي عبيد يحييكم، في أمان الله.